الحكومة تمد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية العام وتفوض وزيري المالية والصحة للتعاقد لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا. في قمة مصر الاقتصادية، وزيرة التخطيط تؤكد في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يهدف لخلق ثروات للأجيال القادمة. الأخبار بالتفصيل، أهلا بكم. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفويض وزيري الصحة والمالية بالتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات والعرض على مجلس الوزراء. وعرضت وزيرة الصحة تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحنى تصاعديا خلال هذه الفترة. على صعيد آخر، وافق المجلس على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام، استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذلك استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا. من ناحية أخرى، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد نتائج ومؤشرات خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد، مشيرة إلى نجاح الحكومة في مواجهة نوبات تلوث الهواء في خفض التكلفة المجتمعية للمخاطر الصحية بما يقدر بنحو 2.24 مليار جنيه. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعض شركات المقاولات والأعمال الإنشائية لتنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة غاز الأقاليم ريجاس لتوصيل الغاز الطبيعي للبنية الأساسية لهذه المناطق الصناعية. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية ولتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة إيجيبت بي في فاز بجائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالميا لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020. وأضافت الوزيرة أن هذه الجائزة تعتبر من أكثر الجوائز تميزا في مجال الطاقة، وتم منحها للمشروع لتقديمه أفضل الممارسات على مستوى العالم لنشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت، كما أوصى مدير المعهد بنقل التجربة لدول أخرى. أشارت الوزيرة إلى أن المشروع المصري الوحيد الذي تم اختياره منذ بداية تلك الجائزة الدولية منذ 20 عاما، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكدت هيئة الدواء المصرية توفر جميع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بكافة المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحي، وأن مخزونها الاستراتيجي آمن ومطمئن تماما، حيث يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية. وأشارت إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية حرصا من الدولة على تأمين احتياجات المواطنين. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية التي ألقتها نيابة عنه وزيرة التخطيط هالة السعيد، أوضح مدبولي أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال القادمة عبر تعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة وتحقيق فوائض مالية مستدامة.
وأشار إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات لدخول شراكات متعددة رغم التحديات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، ولفت إلى توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي والقطاع الخاص من خلال 5 شركات، وأضاف أن تأسيس الشركة نفذ في 24 ساعة. تتواصل فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا 10 الذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمصر، ويشارك في التدريب عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية والولايات المتحدة والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب. يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام القوات المشاركة بعمل التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، استعرض خلاله سبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين والتطورات الإقليمية الحالية. وخلال الاتصال أكد الوزيران تطلعهما لمواصلة التشاور المستمر وأشاد بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما حركة التجارة البينية بما يحقق التوازن في الميزان التجاري، فضلا عن جهود استئناف السياحة الفنلندية إلى مصر. كما تناول الاتصال مجمل ملفات المنطقة بما في ذلك منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا وآخر مستجدات ملف سد النهضة، حيث استمع الوزير الفنلندي للرؤية المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وجهود التوصل لتسويات سياسية شاملة تحقق السلام المنشود. صرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج بأنه فور تلقي الوزارة نبأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها ضمن جنسيات أخرى 2 من المواطنين المصريين، وقيام الخاطفين بمطالبة الشركة المالكة بفدية لإطلاق سراح المختطفين. قامت وزارة الخارجية على الفور بالتواصل مع سفارتنا في أبوجا للوقوف على الملابسات وآخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسؤولين على أعلى مستوى، وتواصل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية ووزارة الخارجية متابعتها مع السلطات النيجيرية لبذل كافة الجهود حرصا على أمن وسلامة المواطنين المصريين المختطفين والعمل على سرعة الإفراج عنهما. بدأت فترة الصمت الدعائي لمرشحي جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب استعدادا للاقتراع. يأتي هذا فيما دعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة لطبع وملء بطاقة الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر للمصريين في الخارج. وتجرى الانتخابات على المقاعد الفردية في دوائر 13 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء. نجدد التحية. قالت الرئاسة الفرنسية إنه لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان،
كما لم يتم تنفيذ أي شيء فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصر في لبنان، وأشارت إلى أن تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل، مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية. جاء ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه فرنسا برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمرا دوليا افتراضيا جديدا من أجل دعم الشعب اللبناني، وذلك بعد 4 أشهر من انفجار مرفأ بيروت. ويهدف المؤتمر إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي بقيمة 250 مليون يورو للبنان خلال المؤتمر الذي عقد بشكل طارئ في أغسطس الماضي بعد 5 أيام فقط من انفجار المرفأ وبحث الاحتياجات الجديدة. أكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن إسرائيل حولت أكثر من 1 مليار دولار تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية. وأضاف الشيخ عبر حسابه على تويتر أن تلك الخطوة تأتي بعد أسبوعين من عودة التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أعلن المتحدث باسم الكنيسة الإسرائيلي أن النواب وافقوا على حل المجلس في قراءة أولى كخطوة على طريق انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحصل مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة لحل الكنيسة على موافقة 61 عضوا مقابل 54 من أصل 120 عضوا بالكنيسة. وتأتي تلك الخطوة في أعقاب إعلان وزير الدفاع بني جانتس نية حزبه أزرق أبيض مغادرة التحالف مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. ويتطلب مشروع القانون المصادقة عليه 3 مرات قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة. وإلى إثيوبيا، حيث أبلغت مصادر رسمية في أديس أبابا الأمم المتحدة بتأمين ممر إنساني مفتوح في منطقة تيجري. يأتي ذلك استجابة لمناشدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للسلطات الإثيوبية بالسماح لها بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيجري بشمال البلاد. يأتي ذلك بينما حذر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قادة الإقليم من أنهم في مرمى نيران الجيش. وفي المقابل أكد رئيس تيجري ديرخسيون جبرا ميكائيل تصميمه على البقاء في المنطقة، مؤكدا استمرار المعارك مع القوات الحكومية. نجدد التحية. استعرضت الدكتورة هلا زايد وزيرة الصحة والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي موقف محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل من حيث معدلات الإنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك تسجيل الأسر والانتهاء من تدريب الفرق الطبية تمهيدا لتشغيل التجريبي تباعا بمحافظات الأقصر الإسماعيلية جنوب سيناء أسوان وسويس. وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيا بحيث يتلقى المواطنون الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة. استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم دكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون الثنائي المشترك بين وزارة الهجرة ومنظمة اليونسكو. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية اتكلم عربي والتي تنفذها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الهوية العربية والمصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج. وخلال اللقاء استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة ودورها في التواصل مع المصريين بالخارج، خصوصا البرامج التي يتم تنفيذها لأبناء الجيل الثاني والثالث من مصري الخارج للتعريف بوطنهم الأم ومفاهيم الأمن القومي المصري.
أكد وزير المالية محمد معيط أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أنشأتها مصلحة الضرائب في موعد أقصى مطلع يوليو المقبل. وأضاف معيط أن المجلس قرر أيضا إلزام هذه الجهات بعدم التعاقد مع موردين أو مقاولين أو مقدمي خدمات إلا إذا كان المتعاقد مسجلا في المنظومة. ولفت إلى أن القرار يستهدف تعزيز الحوكمة وحصرا أكثر دقة للمجتمع الضريبي بما يساهم في تحصيل حق الدولة والحد من التهرب الضريبي وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي. إلى أنبائنا الاقتصادية، حيث شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وأمين عام منظمة منتجي البترول الأفارقة عمر إبراهيم توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أفريكام بنك ومؤسسة استثمارات الطاقة الإفريقية إيكورب برعاية مصر. وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل المؤسستان على تنسيق المبادرات ذات الأهمية ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة وبصفة خاصة البنية التحتية بالقارة. وقال الملا إن تحديات الفترة الحالية عززت ثقافة التعاون بين الدول، واعتبر أن تنمية صناعة البترول الإفريقية هي المفتاح لمزيد من التنمية والتطوير في باقي القطاعات الأخرى. أشاد المشاركون في مؤتمر الناس والبنوك بالبنوك المصرية التي استغلت أزمة كورونا وأضافت منتجات بنكية رقمية جديدة ما وفر دافعة قوية لزيادة التعاملات البنكية الإلكترونية. وأكد المشاركون خلال ختام النسخة 14 من المؤتمر أن البنك المركزي المصري قدم أكثر من 17 مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا، حيث شملت هذه المبادرات القطاعات الاقتصادية كافة. لليوم الثاني على التوالي تتواصل جلسات المؤتمر الاقتصادي الناس والبنوك في نسخته 14 تحت عنوان التعافي الاقتصادي من كوفيد-19. في برضه محاور كتيره جدا، ان احنا ما زلنا التطور المطلوب في الرقمنه والتحول الرقمي، التطور المطلوب في الشمول المالي، الوصول لكافه العملاء، كل هذه المحاور مهمه جدا وبناكد عليها في المؤتمر، للوصول لاكبر عدد من العملاء والوصول الى شمول مالي حقيقي وتحول رقمي حقيقي لمجتمع لا نقدي. اعتقد مصر ماشيه بقوه في هذا الموضوع، في كل الدوله شغاله، كل واحد في مجاله، بنك المركزي، البنوك المتخصصه، البنوك العامه، البنوك المتخصصه، البنوك الجاريه، الوزارات، كله شغال في هذا المجال. واعتقد ان مصر في خلال سنتين ثلاثه بالكثير قوي هتكون من الدول الرائده في هذا المجال. عندنا عدد كبير جدا من الشباب، حاجه تفرح، في القطاع المصرفي في جميع الازمات تفوقهم، وتلاقي ان يعني تفوقهم دوت يعني بيبقى عائد على العملاء بالذات، يعني خدمة العملاء، لأن أهم حاجة ثقة العميل اللي حاطط فلوسه في البنك دي مهمة جدا. المؤتمر ناقش أيضا خلال فعالياته مبادرات البنك المركزي وقانون البنوك، بالإضافة لجلسة عن استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الخدمات المالية والمصرفية ومستقبل الصادرات بمصر. فترة الكورونا كانت فترة صعبة، لكن البنك المركزي قدم مبادرات كتيرة قوي، منها ومن أهمها تأجيل الأقساط لمدة 6 شهور، ودي كانت بتنطبق على جميع الشركات سواء مصدرين أو غير مصدرين، وبالتالي إحنا قدرنا نساعد هذا القطاع إن هو طبعا اللي تأثروا الصادرات، يمكن مش كلها تأثرت لأن في بعض الصادرات تم بالفعل زيادة حجم الصادرات فيها، مثل القطاع الزراعي وقطاع الأدوية وقطاع الكيماويات، دي تم بالفعل زيادة الصادرات فيها خلال حتى فترة الكورونا. التمويل العقاري وأهم ما وصلت إليه البنوك في التمويل العقاري بالمدن الجديدة والتي نفذتها الدولة للنهوض بالقطاع العقاري كانت أحد أهم المحاور على مائدة المؤتمر. احنا بنعمل دلوقتي على توسيع تكبير الحصة السوقية بتاعت البنك، خدمة عملاء أكتر، تقديم منتجات مناسبة للسوق، حصل تعديلات داخلية جوه البنك اللي تدعم هذا، تم تعديل وتغيير
في نظام الـ 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 IT للبنك، عشان هو ده المنصة الأساسية اللي بتبني عليها جميع المنتجات. بالقاهرة جاء انعقاد هذا المؤتمر الاقتصادي ليؤكد إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية ومؤشراتها التي رصدت النمو الاقتصادي في ظل ما تعرض له الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا. نهاية الخامسة، هذا تذكير بأهم العناوين. الحكومة تمد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية العام، وتفوض وزيري المالية والصحة للتعاقد لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا. في قمة مصر الاقتصادية، وزيرة التخطيط تؤكد في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يهدف لخلق ثروات للأجيال القادمة. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.eg. إلى اللقاء. شكرا لكم.